ما هي أركان الحج؟ الحج له أركان، لو أشغط الركن من هذه الأركان كان الحج باطل. الأول الإحرام، الأول الإحرام. هل معنى الإحرام لبس الحجاب والحجاب؟ لا، الإحرام معناه نية الدخول في النسك، أن ينوي، ولهذا قلنا في الحج والتعبد لله لا بد فيه من نية. صح، خرج إلى الحج وحج ورجع، وعندما رجع تعرف أحسن، يستقبل الناس المطالب الحلوى والزغاريد، المهم، ويرجع إلى المكان الذي فيه السيارات تدفعه وكذا، ثم الزردة، نعم، ثم يغير الأحياء التي عند البيت يكتب عليها الحاج. فبعد أيام لقي رجل وقال: يا حسن، السلام عليكم. ما رد علي. يا حسن، يا حسن، قلت له: قد ما بما قال ما بك انت حسن؟ قال: نعم. قال: سبحان الله، ادفع 25 مليون، ادفع 25 مليون او 1000، واصنع 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 زبده واصنع كذا واغير اللحن البيت، وبعد هذا تقول لي حسن؟ انا الحاج حسن. يعني دفع 25 مليون حتى يغير اسمه بس. حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج الصحابه رضي الله عليهم، وحج السلف، ولم يقل واحد منهم الحاج محمد صلى الله عليه وسلم. بالله فيه؟ ها؟ تغير اسم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج وقال الحاج؟ هذا هي السمعة. واليوم يخرج البعض بالكاميرات عند الطواف، خذ جزاك الله خير، الله يكتب لك المجد، صور لي انا افصل الاولى، صور عند الحجر الاسود، عند كذا، اتصل على الاولاد، قال اسكت، الصور كلها موجوده، ارسلها لكم خير، ودعيت لكم عند كذا وعند كذا وعند كذا وعند كذا. إذا حجزت بمال أصله سحته فما حجزت، ولكن حجزت العلم. من اللي حجز؟ الإبل والسيارات والبركة اللي حجزت. نية أخوان خاصة عامة لله. الحج المهم ما أدري أي كلمة. الأول نية الدخول في النسك، أن ينوي، والنية محلها قلب تلفظ فيها بدعة، لأنه قد يلبي. أنا الآن أقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، دخلت في الحج في النسك؟ لا. صح، قد ألبس حجاب ورداء أدخل في النسك؟ لا. إذا الدخول في النسك يكون بالنية، لو نوى حتى وإن لم يلبس ولم يلبي انعقد الحج. إذا الركن الأول من أركان الحج النية. الثاني الوقوف بعرفة ولو لحظة من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر يوم العيد. هذا الركن الثاني أو الثالث؟ نعم، معي ثاني. الثالث الطواف، وهذا نسميه العلماء بالقصير، أن تختار طواف القدوم، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج. لا أعرف، معي آسف، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج. من يعرف؟ طواف قدوم، طواف إفاضة، إفاضة، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة وهو طواف الحج وهو ركن الحج.
ما معنى طواف الزيارة؟ لأن الحاج الآن يخرج إلى عرفة ثم يرجع ويطوف، لابد أن يكون هذا الطواف بعد القيام بعرفة، ولهذا سمى طواف الإفاضة فإذا أفضتم من عرفات، ويسمى طواف الزيارة المكزع لبيت الله بعد أن يخرج الحل من عرفة حل وليس بالحرم من الحرم هنا، آخر الحرم مستلم مفهوم؟ إذن روى هذا الركن الثالث وهو طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج ركن من أركان الحج، لابد أن يقع بعد الوقوف بعرفة، لو طاف ما طاف قبل الوقوف بعرفة لم يؤد ركن الحج. الثالث. الرابع سعي الحج، سعي من الصفا والمروة. هل يعرف؟ هل يعرف؟ أركان الحج أربع أركان، لو أسقطنا ركن انهار الحج. ما نرى؟ خرج مع مجموعة الحج، اشتري طبيب الماء، الحج الحج باطل عن وقف بعرفة، الثاني وقف بعرفة، والثالث طواف الإفاضة بعد الوقوف والسعي، واجبات الحج، حجه واجبات، صح؟ الأول الإحرام من الميقات المعتبر، يعني تم ميقات المغرب، أين؟ رابع، صح؟ ماذا قال ابن عاشر؟ أحد يحفظ ابن عاشر؟ نعم، وين اللي يحفظ ابن عاشر؟ كيف مغادرة معه؟ في أحد إخوان يحفظ ابن عاشر؟ إذا أتيت رابضا ها تنظف وتسد الحمد لله الراقب. طيب الإحرام من الميقات المعتبر ثم البقاء بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمستلم، المبيت بمنى، ورمي الجمرات والحلقة والتقصير، مفهوم؟ بقي شيء؟ لا شيء، بقي طواف الوداع واجب لكن ليس من الواجبات الحج، كان الشعبي رحمه الله استجاب الدعوة في كل عام يحج، في طواف الوداع يدعو الله. أنا أقول هذا الكلام لأنك تطلب من الكريم، والله ما ضيعت الله، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكان في طواف الوداع يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع ليكن آخر عهد البيت الطواف، ففي آخر شيء يصنع الحاج هو طواف الوداع، فالشعب عندما يطوف بالبيت يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا آخر عهد البيت، فيدعو يقول يا رب لا تجعل هذا الطواف آخر العهد بالبيت، فيحج في العام الثالث حتى بلغ 80 سنة، في العام 80 وهو يطوف تذكر هذا الدعاء، قال فاستحييت من ربي 80 سنة وهو يدعو فما دعا فقبض من عام